من سنوات طويلة والبعثات الآلية تغزو كوكب المريخ، روبوتات تتجول على سطحه ومركبات تدور في محيطه، تجمع المعلومات وتجري الأبحاث وترسل الصور للعلماء المتشوقين لكشف غموض الكوكب. هل البيانات اللي ترسلها الروبوتات تكفي؟ أم إن فضولنا بياخذنا إلى محطات جديدة في الكون؟ فضول الإنسان ما بيهدى إلين ما نضع أقدامنا على سطح المريخ، لكن متى بيتحقق هذا؟ هناك تقديرات مختلفة تتراوح ما بين عامين 2030 و2040، لكن هناك أشياء كثيرة لازم نسويها لين ذاك الوقت، والشيء الأهم هو إيجاد التقنيات اللي تساعد في إرسال البشر للمريخ وإنزالهم هناك بشكل آمن وثم عودتهم إلى الأرض مرة أخرى. مهمات المريخ في الماضي كانت تعاني بسبب التحديات التكنولوجية والعلمية، وكانت في شكوك كثيرة حول إمكانية إرسال بعثة مأهولة إلى المريخ بسبب العقبات الطبية والحيوية وأنظمة الإطلاق وغيرها. أما حالياً تم تقليص هذه المخاطر، وصرنا نعرف كيف نحن نقدر نحد من تأثيرها. مثل ما ذكرنا قبل، كل ما نفكر في زيارة كوكب لاستكشافه أو للعيش عليه، دائماً كان المريخ المرشح الأول اللي يخطر في بالنا. ولكن نرد ونسأل، ليش المريخ بالتحديد؟ في تشابه كبير بين المريخ والأرض، فيوم المريخ يبلغ 24 ساعة و37 دقيقة، بفارق صغير عن يوم الأرض. ميل محور دوران المريخ هو 25 درجة، أما الأرض ميل محورها هو 23.5 درجة، وهذا الشيء يعني أن فيه على المريخ فصول أربعة مثل كوكبنا. أما الجاذبية في المريخ فتبلغ أكثر من ثلث جاذبية الأرض. وبالنسبة لدرجة حرارة المريخ اللي متوسطها حوالي 60 درجة مئوية تحت الصفر، بينما يبلغ متوسط درجة حرارة سطح الأرض 16 درجة مئوية. وعلى فكرة درجة حرارة المريخ توصل في الصيف في مناطق عند خط الاستواء إلى 25 درجة مئوية. اكتشاف وجود مياه مالحة وبشكلها السائل على سطح المريخ دعم الاهتمام بإرسال البشر إلى سطحه، وبالرغم من أن هذه المياه مالحة جداً وغير قابلة للشرب، لكن لا شك أنه يمكن معالجتها من أجل استهلاك البشر. اكتشفنا مياه سائلة على المريخ بفضل مسبار مارس ريكونيسنس أوربيتر التابع لناسا. تخطط ناسا حالياً لإرسال أول رحلة مأهولة إلى كوكب المريخ بحلول عام 2039 على متن المركبة الفضائية أوراين وصاروخ SLS اللي يتم تطويرهم حاليا. بتكون أول رحلة لاختبار الأنظمة بشكل متكامل بدون رواد الفضاء في أواخر سنة 2018. لكن إطلاق الصاروخ ما هو الشيء الوحيد اللي لازم نخطط له، في شيء ثاني لازم نحسب حسابه، وهو الهبوط على سطح كوكب المريخ بدون ما تتحطم مركبتنا. لأن الغلاف الجوي الرقيق للمريخ ما يساعد في بطء سرعة المركبة الفضائية. وكالات الفضاء اليوم تشتغل على تطوير حلول لهذا التحدي. شركة لوكهيد مارتن الأمريكية تخطط لبناء محطة فضائية ووضعها حول مدار كوكب المريخ في سنة 2028، ولكن سؤالنا هو شو قصة هذه المحطة؟ في سنة 2028 في 6 رواد فضاء وبيقضون سنة كاملة في محطة فضائية حول مدار المريخ، وخلال هذه السنة بيحللون عينات من التراب والصخور من روبوتات على سطح
كوكب المريخ ويجمعون المعلومات اللي تخلينا نعرف هل كان في حياة على سطح هذا الكوكب، وإن كان في أي شيء ممكن يعرض حياة الإنسان للخطر. وهذا الشيء من ضمن الاستعدادات لأول رحلة يقوم فيها الإنسان للمريخ. محطة الفضاء المريخية بتتكون من 4 أجزاء. الأول اسمه أوراين ويتضمن أنظمة لدعم الحياة وأنظمة الاتصالات والملاحة، والجزء الثاني هو عبارة عن منصة إطلاق فضائية ترسل الإمدادات للمريخ، ويمثل الجزء الثالث المكان اللي يعيش فيه رواد الفضاء. أما الجزء الأخير فهو نظام الدفع الكهربائي يعمل بالطاقة الشمسية ويساعد في تحديد موقع الإمدادات ضمن مدار المريخ. حب المغامرة شيء جميل، ولكن أن يصل شغف المغامرة للتوجه إلى المريخ في رحلة بلا عودة ممكن تكون هذه الفكرة جنونية عند بعض الناس، ولكن هناك 200,000 شخص قدموا على رحلة مثل هذه. في سنة 2013 أطلقت منظمة مارز وان الهولندية اللي تهدف لاستيطان المريخ بحلول عام 2027 عن طريق رحلة باتجاه واحد للكوكب الأحمر. هذه الرحلة قدم عليها 200,000 متطوع من 140 دولة، ولكن من بين المتقدمين بيتم اختيار 24 بس، وكل 4 رواد فضاء اللي يتم اختيارهم بينطلقون إلى المريخ كل سنتين. ولكن ليومنا هذا لا يزال المشروع يواجه تحديات مالية وتقنية للوصول للهدف المرجو. أكيد في حد منكم سمع عن فيلم آيرون مان أو الرجل الحديدي توني ستارك. مخرج هذا الفيلم استخدم شخصية إيلون ماسك كنموذج لتصوير هذا الفيلم. إيلون ماسك هو رجل أعمال طموح وعبقري، يدير عدد من الشركات الريادية مثل شركة تسلا اللي تصنع سيارات كهربائية بميزة ذاتية القيادة، وشركة سبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء. ماسك عنده طموح باستيطان المريخ، وفي سنة 2018 بتطلق شركة سبيس إكس مركبة اسمها دراغون 2 مأهولة بشخصين إلى مدار القمر بدعم تقني من ناسا لاختبار الأنظمة اللي بتبعثها سبيس إكس إلى المريخ في سنة 2020. وتخطط سبيس إكس في سنة 2025 بإرسال أول بعثة بشرية للكوكب الأحمر. ما يكفي أنك تقول أنا رايح المريخ وكأن الموضوع سفر من بلاد لبلاد مجاورة. أن تكون رائد فضاء يعني أنك تطور مهاراتك في كل الاختصاصات، من الأنظمة والروبوتات والطب وحتى الزراعة وأنشطة الهندسة الفضائية، وتتحمل الضغط العالي والسير في الفضاء في بيئة منعدم عن الجاذبية. ولكن تعرفون ليش اختيار رواد الفضاء عملية معقدة جداً؟ لأن الحكومات تحاول اختيار الأفضل للأفضل من رواد الفضاء اللي بيتم اختيارهم، مش فقط لأن يمثلون بلدهم، بل لأنهم يمثلون الأفضل للبشرية. محاولات وكالات الفضاء المستقبلية لإيصال البشر للمريخ ما زالت خطط ننتظر أن تصل لمرحلة التطبيق العملي، ولكن هناك أسئلة لا تزال موجودة وتتكرر، مثل هل هناك حياة بالفعل على المريخ؟ أو هل أطفالنا أو أحفادنا بيقدرون يسافرون للمريخ أو لكواكب أخرى؟